الجيريا دمي حار وما نوليش الله. هذا البوسواني احسن حكام على المستوى الافريقي. طربي هذه واحده. لا هذه واحده. دور 44 سنه راهو في النهايه. في نهايه المسيره تاعو المشوار تاعو داير 77 مباراه على المستوى الدولي. نهضروا نسبق الارقام لغه الارقام نتكلموا على المساله. تفضل. عنده 77 مباراه على المستوى الدولي بمختلف المنافسات. الفرق الانديه والمنتخبات. احنا في عنده طريقه التحكيم تاعو طريقه عنده طريقات حديثه فيما يخص لانه فاش تعرف الحاكم اللي عنده طريقه حديثه طريقه حديثه فيما يخص البطاقات وخص القرارات الانضباطيه هو عنده بمعدل 3 بطاقات ونعطيك الدليل 3 بطاقات في كل مباراه بمعدل لا حوالي 3 بطاقات في كل مباراه هذا الحاكم لو انا دوك نتكلموا نعاود نوليو على المباراه الاخيره اللي دارها ضد بوركينا فاسو هذا الشيء اللي نقدر نقول لك تخوف منه شو تخوف منه باش الناس تفهمني يقدر هذا الحاكم بتطبيق القانون يضرك انت كفريق منتخب وطن تطبيق القانون لانه نعاود نقول كيفاش نقول لك نعاود نوليو المباراه تاع بوركينا فاسو في المغرب قلنا كاينه ضربه جزاء الدقائق الاخيره غير معلنه رياض محرز شيء سهل هذاك يقولوا هذاك ظروف واليوم انا ظروف اخرى لان اليوم كاين لافار بيان سور هذاك هو باش نحكيو على الفار نعم ما كانش الفار ما كان ضربه جزاء ما علناش الحاكم هذا الحاكم هذا عنده مسؤولين انا ضيق تقنيا انت ترفضوا تقول لهم ما علناش الحاكم تخوفي منه لانه ما علناش علينا ضربه جزاء بصح تقنيا ما تعنيش ضربه جزاء ما يعنيش امور خارجه على الرياضه جانب الرياضه كاين تقنيين يحلوا اللقطه ويشوفوا يقول لك هذا الحاكم ما علنش على ربما خطا خطا عادي لونغ دي فيزيون ما كانش لونغ دي فيزيون كان بعيد على اللقطه وندخلوا في هذا خطا تقديري ماشي فالابور خطا لو بلاسمون تاعو ولا لونغ دي فيزيون المسؤولين على مستوى الفيدراليه انه كيفاش نقولوا حنا يسبقوا الاحداث من الناحيه التحكيميه قولوا لي حنايا نلعبوا على من الناحيه الذهنيه اللاعبين وندخلوا لهم في بالهم كاين التحكيم عامل التحكيم راح تسمى انا رايح ماناش رايحين 100% بالامكانيه تاعنا كنا احنا نديروا مبادره بون هاد في هذه المرحله ما جاوش الفريق الوطني ما جاش الجزائر كنا نقدروا نديروا حنايا حصص كيما نديروا حصص فيديو صح. تقنيه صح. نديروا حصص نجيبوا حكام ويتكلموا لهم ماشي تكون مولوم على الحاكم الوحيد ديال المباراه نتكلم لك انت كجنرال واش لازم التصرف تاعك واش لازم تيفيتي صح واش يقدر يفيتي بن سبعيني بن سبعيني نقول لك حاجه بن سبعيني نقدر نقول لك بن سبعيني بصفتو نقدر نقول بن سبعيني اليوم في اللاعبين المحليين بين اللاعبين اللي متكون باوي غادر الى اوروبا في سن صغير وراه يلعب في مستوى عالي نفس الاخطاء يرتكبهم بن سبعيني وتكلمنا عليه في على عده مرات ما تقدرش تقول باللي الرساله ما لحقتش لكن بن سبعيني نزيدوا واحده رساله نزيدوا لان هذيك المباراه تاع الغينيا استوائيه اخي هكذا المباراه هي المباراه الثانيه بن سبعيني تلقى بطاقه صفراء 7 دقائق ولا 8 دقائق تاع المباراه وشنو كيفاش نقول لك الكره بن سبعيني بين الكره والمنافس صح والكره رايحه على على مستوى خط المرمى لا خط المرمى خط المرمى خط المرمى باردون ليتيليزاسيون ايليغال دي برا سي فري شوف ليتيليزاسيون ايليغال دي برا اوتوماتيكمون تدي بطاقه صفراء غراتويتمون يعني ولا كانت ليكستونسيون تدي بطاقه حمراء دوك هذا اللاعب في هذا المستوى وزيد عنده هذيك اللي توجو نيكسيتي هو بن سبعيني لكن لا لازم نتعامل معاه لازم هو يوالف ويتعلم يتعامل مع هنا هو اللي راهو يبروفوكي الحاكم انه ما يسمحلوش لانه هذا لونتي جو كومبورتمون اونتي سبورتيف اباك شوف الحاكم يسير لك امور انك كيكون ان ديوال على الكره تلعب الكره وتقيس حتى واذا تقدر تضر اللاعب صح لكن لونتي جو هذو ما ليتيليزاسيون دي برا ايليغال دي برا ما فيش هذا دخل في لونتي جو هنا الكره كره القدم ما تلعبش تلعب الجسم الا الذراع واليد هذا في هذا الحال هنا هذه الامور قانونيا يعني يقدر يضر لك الحاكم قانونيا ما يتسالكش معاك صح صح تفضل حتى هذا الحاكم جوشوا بوندو شفته مؤخرا في رابطه الابطال الافريقيه لما يصير مباراه هو ثاني كيروح عند اللاعبين يتكلم معاهم تحسوا انه يبروفوكي دي جوار هو شوف هي جينيرالمون
بصفة عامة الأفارقة هذوما لي زونغلوفون زونغلوفون أفارقة لي شيخ أفارقة أون في بارتي دي أفارقة حنا ثاني لا أفارقة نقولوا الفريق سيبسارية فوالا سيبسارية باش الجمهور برك ما يفهم حنا رانا شمال إفريقيا حنا نقولوا لي تحت نور من غير الحاكم غوميز جنوب إفريقي جنوب إفريقي وعبك هو الاصل تاعه ماهوش افريقيا صح صح البرتغال البرتغال اللي عنده تواصل رائع مع لاعب بيداغوجي البقيه ما عندهمش تواصل هما ماشي ما كلش ما عندهمش تواصل طريقه التحكيم صح.